قيادات من المقاومة الوطنية تواصل زيارات المعايدة للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة من منتسبي القوات المشتركة. شباكات في حجر بالضالع ومناوشات في باب غلق والزبيريات والميليشيات تقتل وتجرح 4 من المواطنين. والميليشيات تعاود جريمتها وتحرق المزيد من المساعدات الإغاثية في محافظة يريد. من قناة اليمن اليوم أقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. تتواصل الزيارات العيدية لقيادات من المقاومة الوطنية لإخوتهم ورفاق السلاح من المنتسبين للقوات المشتركة، عكست حجم الاصطفاف الوطني خلف المتارس وأيديهم على الزناد لتطهير ما تبقى من الساحل الغربي. تتواصل زيارات المعايدة للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث زارت قيادات عسكرية وإعلامية من المقاومة الوطنية حراس الجمهورية منتسبي اللوائين الأول والثاني عمالقة في جبهة الحديدة. وخلال الزيارة تبادل الجميع التهاني الحارة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على شعبنا وقد استعاد دولته وطهرها من دنس العصابة الحوثية. وعبر الجميع عن اعتزازهم بوجودهم خلال أيام العيد المبارك في جبهات العزة والكرامة، والتي لن يبرحوها إلا بعد استعادة الدولة وكرامة الشعب اليمني. كما عبروا عن فخرهم واعتزازهم بانتسابهم إلى هذا الاصطفاف الوطني والمتمثل بالقوات المشتركة بكافة تشكيلاتها، المقاومة الوطنية، حراس الجمهورية، وألوية العمالقة والتهامية والزرانيق، والذي تجسد في المتارس وجعل من الساحل الغربي مقبرة للميليشيات الحوثية. عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بخير، وكما هي من جميع رفاقكم وزملائكم واخوانكم حراس الجمهورية في داخل مدينة الحديدة وفي جميع مواقع الشرف والبطولة على امتداد الساحل الغربي، ومن نصر الى نصر باذن الله. يا حيا وسهلا، اللواء الاول عمار الله يرحمكم، اهلا وسهلا على عين والراس، ويسعد عليكم على حراس الجمهورية، ومن نصر لنصر ان شاء الله، نحن وياكم في حنة واحد. يعني واحد الجميع، نعود على الجميع، على حراس الجمهوريه وعلى جميع المقاومه الوطنيه، جميع المقاومه الوطنيه، هيا وسهلا فيكم، المشتركه المشتركه بشكل عام، القوات الوطنيه والقوات المشتركه الوطنيه وغير حراس الجمهوريه بشكل خاص. حياك. وكانت قيادات عسكريه واعلاميه من المقاومه الوطنيه حراس الجمهوريه قامت بزيارة معايدة لمنتسبي اللواء الأول للمقاومة التهامية في منطقة الجاح جنوب مدينة الحديدة. تتواصل الزيارات العيدية التفقدية للأبطال المرابطين بمواقع الشرف والبطولة، فبتوجيهات من قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، قام عدد من قيادات منتسبي اللواء الرابع حراس جمهورية المرابطون بمنطقتي الجاح والمرازيق بيت الفقيه بزيارة عيدية تفقدية، يتقدمهم قائد اللواء الرابع حراس جمهورية العميد طه الجعمي إلى رفقاء السلاح والهدف المرابطين من اللواء الأول أسود تهامة بخطوط التماس ببيت الفقيه. ونقل العميد الجعمي تهاني وتبريكات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح إلى كل منتسبي اللواء الأول تهامة الأشاوس، مثمنين الأدوار البطولية لأبناء تهامة تجاه الميليشيات وتطهير مناطقهم. وخلال الزيارة تم توزيع هدايا رمزية عيدية للمرابطين من أشاوس تهامة بمواقع الشرف في البطولة. احنا اخوان في خندق واحد وفي مترس واحد ضد الكهنوت، نقول لكم تحيات قيادة المقاومة ممثلة بالعميد طارق محمد عبد الله صالح، وتحيات اخوانكم في المقاومة افراد وضباط تمام وقيادة، نقول لكم شدوا على ايديكم، أيدينا بأيديكم من نصر إلى نصر إن شاء الله بعد الكهنوت،
حتى نحرر كل شبل في اليمن. نرحب بالأخ قائد اللواء الرابع طه القعمي لزيارته لنا بتوقيع من قائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبد الله صالح، ونرحب بأخواننا وأشقائنا ونحن كلنا في خندق واحد. جميع الألوية سواء كانت عمالقة سواء كانت تهامية سواء كانت مقاومة وطنية، إنما هم في مترس واحد وخندق واحد لمحاربة العدو الوحيد لليمن وهو الحوثي الذي دمر البلاد وأهلك العباد. نسأل الله عز وجل أن يكلل النصر لأفرادنا وأخواننا وزملائنا في المسارس جميعا. وشهد القائد الجعمي بمستوى الجاهزية واليقظة التي يتمتع بها أسود تهابة المرابطون بمواقع الشرف البطولة التي أفشلت كل محاولات التسلل المستميتة والتصعيد الميليشياوي المستغل التزامهم بضبط النفس منذ أكثر من 8 أشهر منذ إعلان اتفاق السويد، وهي تحاول اختراق خطوط التماس، ولكن كان لهم الأبطال بالمرصاد. بدورهم أشاوس اللواء الأول تهامة ثمنوا هذه الزيارة الأخوية من رفقاء دربهم أبطال اللواء الرابع حراس جمهورية، شاكرين كل منتسبي حراس الجمهورية وعلى رأسهم القائد البطل طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، مؤكدين إن أيديهم ستظل قابضة على الزناد، متربصين للميليشيات في كل شبر تحاول التسلل صوبه بمعنويات مرتفعة وعزيمة عالية يتحلى بها الأبطال الأشاوس، وعيونهم ترصد تحركات عصابة القتل والدمار الكهنوتية التي أنهكت الحرث والنسل ودمرت كل جميل بوطن الإيمان والحكمة. الرابع العيد من الأضحى ونحن متواجدين في متارس الطور والمجيرس والجاح. نحن من تبع اللواء تهامة الأول أحمد الكوكباني تحت قيادة الأخ العميد أحمد علي كوكباني عبد الله وراه. نحن اليوم أمام زيارة لأخواننا في القوات الوطنية الذي يقودها العميد الروح المبارك. نحن سعيدين جدا كأبناء تهامة وكمقاومة تهامية تحت قيادة العميد الركن أحمد الكوكباني أن نستقبل أخواننا في القوات الوطنية بهذه المناسبة العظيمة عيد الأضحى الكبير. نحن دائما نقولها ودائما نجددها أننا جميعا في خندق واحد وهدفنا واحد هو العدو الحوثي الذي يقوده إيران. المعنويات عالية والعدو منهار إن شاء الله بإذن الله بعدهم إلى جبل مران وإلى منطقة الحديدة بإذن الله بنحررها من كل باغي. هكذا هم رفقاء السلاح من اللواء الرابع حراس جمهورية واللواء الأول صقور تهامة في مناطق التماس مع ميليشيات الكهنوت الإجرامية هنا في مواقع الشرف في البطولة في منطقة بيت الفقيه. يؤكد الأبطال إنهم متلاحمين ضد ميليشيات الكهنوت الإجرامية وملاحقة فلول الظلام أينما وجدت وأينما حلت. هنا أعيادهم متارسهم. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من منطقة بيت الفقيه محافظة الحديدة. بالروح بالدم بالدم يا ملك يا يمن بالدم بالدم يا واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار واستهدفت مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في حيس محافظة الحديدة. مصادر عسكرية أوضحت أن الميليشيات استهدفت مساء الخميس مواقع القوات المشتركة المرابطة في مركز مدينة حيس بالقذائف والأسلحة الرشاشة والقناصة، وأطلقت وابلا من رصاص القناصة ومعدلات البيكة على منازل المواطنين في حارة المحل الغربي، وتسببت في حالة من الخوف والهلع بين الساكنين والنازحين. يأتي ذلك ضمن مسلسل انتهاكات الحوثيين للهدنة الأممية التي التزمت به القوات المشتركة. إلى ذلك اقتحمت الميليشيات مركزا للأيتام في مديرية المراوعة شرق مدينة الحديدة وأجبرت عشرات الأطفال الأيتام على مغادرتها. وذكرت وكالة 2 ديسمبر نقلا عن مصادر محلية أن القيادة الحوثية المدعو أبو المجد ياسر المروني ومعه المتحوث مدير المديرية لمنطقة المراوعة المدعو أدهم ثوابة اقتحم دار المعالي مع مجاميع من ميليشياتهم لتحويلها إلى مركز لعقد الدورات الطائفية للمغرر بهم من المجندين الجدد،
مضيفا أن إدارة الدار اضطرت لإخلائها من الأيتام خوفا على سلامتهم. يذكر بأن الدار تشرف على إدارتها مجموعة من المتطوعات يعتمدن بشكل كبير على دعم فاعلي الخير والمغتربين لإيواء أيتام المديرية معيشيا وتأهيلهم علميا. في الضالع اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة ثانية في جبهة حجر، فيما شهدت جبهتا باب غلق والزويريات مناوشات بين الجانبين، والميليشيات تقتل مواطنا وتصيب ثلاثة بقصف استهدف منطقة شخب. اشتباكات عنيفة في محافظة الضالع ومناوشات دارت بين القوات المشتركة والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، خصوصا في جبهات حجر وباب خلق والزبيريات التي تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة. في باجة اندلعت اشتباكات وصفت بأنها الأعنف، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دمرت على إثر ذلك العديد من العربات والآليات المصفحة التابعة للميليشيا والتي كانت متمركزة في أماكن مرتفعة غربي باجة والتي كانت تستهدف المواطنين وعابري الطريق. جبهة باب غلق والزبيريات شمال وغرب قعطبة شهدت مناوشات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد محاولة الميليشيات التسلل إلى مواقع المقاومة الشعبية والقوات المشتركة لتتكبد عناصر الميليشيات خسائر كبيرة. جبهة مريس سادها هدوء حذر عقب فشل محاولة تسلل الحوثية باتجاه مواقع القوات المشتركة، ليلقى على إثر ذلك عدد ممن حاولوا التسلل مصرعهم فيما جرح آخرون. وعلى إثر خسائرها لجأت الميليشيات كعادتها إلى استهداف المدنيين، حيث استهدفت منزل أحد المواطنين بقرية شخب أدى إلى استشهاد المواطن صدام إسماعيل محمد السحفي فيما أصيب ثلاثة آخرين. تأتي هذه الجريمة الجديدة بعد أن قتلت الميليشيات الطفلة تغريد الليث التي كانت قد استشهدت الأربعاء الماضي جراء قيام أحد مسلحي الحوثي بقنصها وجرح شقيقها بإصابات بالغة، نقل على إثر ذلك إلى محافظة الضالع لتلقي العلاج حيث لا يزال في العناية المركزة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في جبهة مريس عبد السلام المنصوب، مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم واسعد الله مساءكم. مساءك اسعد عبد السلام، اطلعنا عن ما يدور في جبهه موريس. في هذه المناسبه وهي مناسبه العيد، عيد الاضحى المبارك، الا ان الميليشيات الكهنوتيه لا تلتزم باي اخلاق او باحترام اي مناسبات سواء كانت دينيه او وطنيه، لانها مجرده من كل القيم والاخلاق وخاصه أخلاق الحرب، فهي مستمرة بهجومها العشوائي على القرى على الأهالي، وتنكر القرى والأهالي المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بقنابلها وبقذائفها سواء عبر الدبابة أو الغول أو الكاتوشة أو صواريخها، لا يهمها من يكون الضحية، لأن شعارها والموت فهي تقتل من أجل القتل. فهذه أسلوبها وهذه عمل الكهنوت على مر الزمان. فنحن في جبهة مريس صامدون، وفي هذه المناسبة عيد الأضحى المبارك جعلت أعيادنا بيوتنا هي خنادقنا ومكانتنا أمام هذا الكهنوت الذي عبث بالبلد وسفك الدماء وانتهك كل الحرمات. نعم، انت تتحدث عن فتره انت تتحدث عن فتره العيد، هل استغلت الميليشيات هذه الفتره لتنفيذ العديد من الهجمات والتسللات؟ نعم، الميليشيات عده هجوم وتعزيزات وتحشد من الاطفال ومن المغرر بهم وتزج بهم في جبهات القتال محاوله ان تخترق جبهه مريض، لأن أصبحت الجبهة الصامدة الفولاذية أمام هذه الهجمات وأمام كل أعمالها القذرة، فهي حاولت بأكثر من مرة، والآن في هذه الليلة عندها تعزيزات في باب غلق وفي حجر وفي تايعيس وفي رمى وتحشد حشود كبيرة محاولة
أن تستغل الأوضاع الأمنية وما حدث في عدن لأنها تظن أننا سنتأثر بأي حدث، لكنها تنسى أن هذا الصمود الفولاذي لا يمكن أن نتأثر أو نتقهقر مهما كانت الظروف، لأنه مصيرنا من أجل بناء بلادنا، من أجل بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة قيمة وتضحية ثمة سنجنيها إن شاء الله. أيضاً أستاذ عبد السلام على عجالة، هل لديك معلومات عن القصف الذي استهدف جبهة شخب؟ نعم، فحصل هناك في أكثر من مرة، وآخر ما تكلمتم عنه هو ضربها بالهاونات إلى قرية شخب مما أصاب هناك شهيد وجرحى. فنحن عبر قناتكم الحرة نناشد المنظمات الدولية، نناشد المنظمات الإنسانية التي أصبحت مريس وشخب والحجر منسية في أذهان تلك المنظمات. هل نحن بشر؟ هل هناك حقوق إنسان منتهكة؟ انظروا ماذا تعمل الميليشيات الكهنوتية في المدنيين، في النساء، في الأطفال. انظروا كيف تعبث وتمطر القرى بصواريخها وقذائفها. أيضا رسالة عبر قناتكم، استغل هذه الفرصة إلى التحالف، إلى إخواننا، إلى أشقائنا. نحن في جبهة مريس وفي غرب الضالع، غرب قعطبة، نحن بأمس الحاجة إلى دعمكم، إلى مساندتكم الجوي والبري، إلى تعزيزاتكم. نعم، وضحت رسالتك أستاذ عبد السلام المنصور. شكرا جزيلا لك. أمام هذا الكهنوت. نعم. فلا تتخلوا عنا. نعم، أشكرك جزيلا الشكر عبد السلام المنصور، شكرا جزيلا لك. وفي الجوف، زارت اليمن اليوم المرابطين في جبهة المتون غربي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتفقدت أحوالهم. كما زارت مجمع المتون الذي حاولت الميليشيات الحوثية مرارا وتكرارا استعادة السيطرة عليه. نحن الآن في جبهة المتون، الجبهة التي لا تزال صامدة في وجه ميليشيات الحوثية الإرهابية. كانت في الآونة الأخيرة لها هجوم فاشل سقط منهم عشرة القتلى والجرحى في هذه المعارك، أيضا من ضمنهم قيادات ميدانية بارزة تابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية. معنا في هذه الجبهة، جبهة المتون التي لا تبعد عن سوق الاثنين سوى ما يقارب كيلو ونصف أو 2 كيلو ونصف، صلاح بن محمد بن راسية هو قائد هذه الجبهة، سيحدثنا عن مجريات الجبهة في والمعارك في جبهة المتون. إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء حدث هجوم للحوثيين، يعني خلال الفترة الماضية حاول الحوثيين التسلل إلى مواقع الأبطال، وكان الأبطال لهم بالمرصاد، وفي خلال المعركة سقط ما حوالي 15 قتيل وجريح وأسير، وكان الإعلام موجود وثق كل ما وجد، وانتهوا ورجعوا إن شاء الله إلى عطفهم، وبإذن الله سنطاردهم إلى آخر أوكارهم بإذن الله. طيب، كيف هي أجواء العيد في نحن الآن تقريبا في رابع العيد، كيف يجد المقاتلين رباطهم في جبهة المتون، وكيف يقارعون ميليشيات الحوثي في هذه الجبهة؟ والله الأجواء هنا حلوة ورائعة، يعني تجد فارق كبير ما بين أن تعيد بين الأبطال في المتارس وأن تعيد بين أهلك وأطفالك، يعني هنا تطعم حلاوة الجهاد وحلاوة العيد في نفس الوقت، وهناك يعني لا يختلف، ولكن نسأل الله أن يثبت الأبطال وأن يعينهم وأن ينصرهم وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. بعد مشوار طويل سيرنا على الأقدام إلى الخطوط الأمامية في جبهة المتون الواقعة غرب محافظة الجوفة. صادفنا في زيارتنا العيدية كقناة اليمن اليوم إلى هذه الجبهة بسالة عالية وعزيمة تناطح السحاب لدى أبطال اللواء 101 مشاة. كنا قد ترقبنا بعض المواقع التي تدار فيها المعارك. وحدة استطلاعية تابعة للواء أكدت أن الميليشيات خسرت كثيرا من مقاتليها خلال الفترة الماضية نتيجة الضربات المتتالية من طيران الجو والمدفعية، وكذلك المعارك
معارك الدائرة التي أرهقت قواهم، وهذا ما لاحظناه من قلة تواجد لعناصرها على خطوط التماس. في الجانب الآخر اتجهنا إلى مجمع المتون الذي أنتزعوه أبطال القوات الحكومية سابقا بعد معارك مفصلية مع عناصر الحوثيين. وصلنا إلى مقربة من مجمع المتون، وهو هذا المجمع يطل على مسافات كبيرة من مساحة كبيرة من جبهة المتون. هذا المجمع أيضا لا يزال هو شوكة في وجه ميليشيات الحوثي، تحاول كثيرا السيطرة عليه لكن دون جدوى، خصوصا في الجبهات الأخيرة كانت تحاول القدوم إلى هذا المجمع لكن لم تستطع أن تصل إليه. أبطال القوات الحكومية كانت في صد هذا الهجوم وكانت في وجههم، لم يستطيعوا أن يتقدموا حتى شبرا واحد. معنا من أحد المقاتلين في الجبهة عبد الرحمن الحاسر، وهو سيطلعنا عن مستجدات الجبهة في أيام العيد وأيضا في الأيام الأخرى. والله في هذا أو يعني في هذا الوضع يعني ميليشيات الحوثي في تدهور وفي النفس الأخير لها، يعني تحاول استنباط أي حاجة، يعني تحاول الهجومات، يعني ليس تحقق أي نصر ولا تحقق أي حاجة، يعني إنما تحاول يعني رفع معنوية للأفراد حقهم، ولكنهم بإذن الله لم ينالوا ولم يحققوا أي هدف لهم. على قرب ميسرة المجمع تدور مواجهة مفصلية مع عناصر الإرهاب بعد صد هجوم فاشل للجماعة الكهنوتية كانت تحاول استعادة مواقع خسرتها قبل أشهر. هذه المحاولة لم تضف شيئا سوى مزيدا من القتلى والخسائر المتلاحقة لهذه العناصر. من جبهة المتون عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة الجوف. في تعز تزامنت تحركات ميليشيات الأخوان المسلمين بتحركات أخرى للميليشيات الحوثية في المحافظة ذاتها، ما يعيد للأذهان خلط الأوراق السياسية والتحالف غير المعلن بعد الأحداث الدامية الذي استهدف مدينة عدن، وذلك وفقا لمحللين الذي أوضحوا أن الوضع السياسي أصبح معقدا من ذي قبل بظل غياب مشروع القضاء على الميليشيات واستعادت الدولة. تحركات إخوانية وأخرى حوثية جنوبية تعز لكل منهم هدفه. التحركات كانت متزامنة وعلى سياسة الضربة الواحدة، والبداية هنا بميليشيات الحوثي التي شنت قصفا عنيفا ومكثفا وهجوما واسعا على جبهة اللواء 35 مدرع في ريف المحافظة. المصادر العسكرية أكدت أن الميليشيات الحوثية نفذت هجوما ميدانيا تحت غطاء مكثف على مواقع القوات الحكومية بجبهتي الصلو ودمنة، كما امتدت هجمة الحوثي إلى الكدحة والتي كبدتها ما تسمى بكتائب أبي العباس خسائرا كبيرة في العتاد والعدة. وعلى الجانب الآخر شهدت الشمايتين في التربة الواقعة جنوبية تعز اشتباكات متعددة افتعلتها ما تسمى بميليشيات الحشد الشعبي التابعة للإخوان المسلمين لفرض مدير أمن لا يحمل قرار وإقالة العقيد عبد الكريم السامعي. هجوم ميليشيات الحشد الشعبي التابعة للإخوان المسلمين التي تقدمها هذه المرة العميد منصور الأكحلي قابلها سخط شعبي ورفض للتعيين الذي وصف بأنه حزبي يخدم تحركات الإخوان مؤخرا للسيطرة على تعز وريفها لتندلع اشتباكات ساخنة على إثر هذا الرفض. لم يقف الأمر عند السخط الشعبي فقط، بل تعداه إلى رفض نبيل شمسان محافظ تعز ما يقوم به مدير أمن المحافظة من تصرفات توصف بأنها ارتجالية وغير خاضعة لسلطته قانونا، ليوجه محافظ تعز باستمرار مدير الأمن السابق في عمله وإيقاف أي قرارات تكليف لشغل الوظيفة من قبل الأكحلي باعتبار هذه التعيينات من اختصاصات المحافظ. تزامن التحركات الحوثية الإخوانية لا تبتعد كثيرا عن سلسال الدم الذي شهدته مدينة عدن بوجهي التنظيمات الإسلاموية والحوثي، وهذا ما جعل البعض يبرر أن هناك محاولة لخلط الأوراق السياسية تطبخ بين الحوثي والإخوان، فبوصلة الإخوان لم تتجه لتحرير تعز في الحوبان، بل تحول التحرك في إطار المدينة وريفها، فهل أمنت الميليشيات الحوثية ظهر الإخوان في تعز؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة. عودت ميليشيات الحوثية إتلاف مساعدات غذائية في إطار سياسة التجويع التي تنتهجها لتحرم 700,000 نسمة في محافظة ريمة من هذه المساعدات.
على وقع التجويع وويلات الحرب تتوالى جرائم الميليشيات الحوثية التي اتخذت أشكالا عدة، بينها المساعدات الإغاثية التي عملت على نهبها وسرقتها وتوزيعها على غير المستحقين لها. لجأت الميليشيات إلى إحراق المساعدات، مشهد تكرر أكثر من مرة في ريما بينما المواطنون فيها بأمس الحاجة إليها. 68 طنا من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي عاودت ميليشيا الموت إحراقها بعد 16 طنا فضلت أن تكون طعاما للنار. هذه الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات تأتي بعد تراجع برنامج الأغذية العالمي عن تعليق مساعداته في مناطق سيطرتها وإبلاغ المدير التنفيذي ديفيد بيسلي مجلس الأمن الدولي باتفاق مبدئي ينهي الخلافات بين المنظمة الأممية والجماعة المتهمة بسرقة المساعدات من أفواه الجياع. الحقيقة التي يصعب طمسها هي أن ميليشيا الحوثي احتجزت المساعدات الإغاثية المخصصة للمحتاجين من سكان ريما ومنعت توزيعها منذ أشهر، ومن ثم قامت بإتلافها بحجة انتهاء صلاحيتها لهدف واحد هو الضغط على برنامج الغذاء العالمي بأن تصبح المساعدات الإغاثية نقدية بدلا من كونها عينية. جريمة أثارت غضب سكان محافظة ريما الذين هم بأمس الحاجة لأي مساعدة غذائية، خصوصا لأنهم لم يعد يملكون أي مصدر للدخل ويعتمدون على الرواتب التي هي المنقطعة منذ 3 أعوام. المواطنون في ريما أرجعوا سبب الإتلاف لعدم انصياعهم وزج بأبنائهم إلى جبهات الموت. ثلث المساعدة الإغاثية أصبحت من نصيب حاويات القمامة في بلد يدق ناقوس المجاعة فيه لأكثر من 24 مليون شخص محتاجين للمساعدة الإنسانية ونحو 850 ألفا آخرين في صنعاء لم يعودوا يتلقوا الحصص الغذائية المعتمدة لهم من البرنامج. بعد الفاصل تتابعون. قلعة القاهرة تكتظ بالزائرين من أبناء مدينة تعز رغم الحرب المستمرة على مدينته. البرد موتنا والأمطار ما عندناش بيوت، حالتنا حالة عشاش. وضعنا تعبان ولنا منه يمكن حوالي 8 شهور ما حد قاعد سنانا، كل شوية ومحنا واحد يصور واحد يكتب واحد على الفاضي وحالتنا حالة. الحوثيين ضربوا بيتنا بهاو ما تخيو بالتخالي زعلانة من الحوثي قصفحنا وقصفني وقصفحنا وميتحنا. نحن نازحين من مدينة موزع تعز، نقلنا إلى مدينة القراحي وإنا لا نجد أي شيء، لا طرابيل لا بطانيات لا فروش. الحالة كما تشوفوا أنتم، ليش عاد نشرح لكم أنتم الآن تشوفوا توصلوا لكل خيمة وهم ولا ندري أين المعونات. نسمع أن يوجد معونات من المنظمة الإنسانية لا ندري أينها، لا توجد أي معونات. حولت الميليشيات الحوثية مصلحة الضرائب في صنعاء إلى أداة لنهب التجار مستخدمة شتى الوسائل لنهب التجار الذين اشتكوا من زيادة الابتزاز الحوثي. مصلحة الضرائب بصنعاء أداة حوثية لنهب التجار كبارا وصغارا ومصادرة أموالهم بالباطل، حتى ولو سدد التجار كل ما عليهم فستتم مطالبتهم بتسوية السنوات السابقة، كما حدث مع تجار كثر طالبتهم الميليشيات بمبالغ مالية لعشر سنوات بذريعة تسويات ضريبية. ولمزيد من النهب والابتزاز عدلت ميليشيات الحوثي قانوني الضرائب والزكاة ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف في القانون القديم إلى أكثر من 25,000 مكلف، والذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل. كما فتحت ميليشيات الحوثي مطلع العام الجاري الملفات الضريبية القديمة من العام 2001 وهي ماضية في تحصيلها،
وشكلت لجانا من 1600 شخص من عناصرها لتفتيش الملفات لجميع التجار وكبار المكلفين لحشد مزيد من الإيرادات الضريبية. إيرادات ميليشية الحوثي الضريبية تجاوزت العام الماضي 500 مليار ريال، ويتوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال العام الجاري مع التعديلات الضريبية غير الدستورية والتي زادت بموجبها الميليشيات من النسب الضريبية المفروضة على التجار وكبار المكلفين. وفيما تعود الضرائب المحصلة في جميع دول العالم إلى المواطنين على شكل رواتب وخدمات، إلا أن ميليشيات الحوثي لا تنفق عوائد الضرائب على الشعب، بل تذهب لجيوب قياداتها ومشرفيها وتمويل ما يسمى بمجهودها الحربي لقتل اليمنيين. مجموعة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في هذا الملف. جولة اقتصادية جديدة، ونبدأها بشأن المحلي، حيث أعلن البنك المركزي اليمني أنه سيباشر أعماله بمقره الرئيسي في عدن وجميع فروعه الأخرى كما جرت العادة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح البنك في بلاغ صحفي أنه يعتبر مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل لخدمة اليمنيين كافة وفي كل الظروف. وأهاب البنك المركزي اليمني بجميع المواطنين ووسائل الإعلام توخي روح المسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن وجود إرباك في عمله. فرضت ميليشيات الحوثي مبالغ مالية على أصحاب محلات العطارة والبهارات والمكسرات خلال فترة العيد تحت مسمى دعم المجهود الحربية. وأشار أصحاب محلات العطارة في العاصمة صنعاء أن مندوبين تابعين الميليشيات اقتحموا محلاتهم قبيل العيد وفرضوا عليهم مبالغ مالية وصلت إلى مليون ريال لدعم المجهود الحربي وجبهة القتال، وأنهم اضطروا مرغمين لدفعها. وأضافوا أن الميليشيات الحوثية لم تكتفي بفرض تلك المبالغ، بل فرضت عليهم تقديم دعم عيني من المكسرات أو ما تسمى جعالة العيد لمقاتليها في الجبهات. عودت أسواق الخضار والفواكه في محافظة عدن العمل بعد أيام من التوقف نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدت المحافظة، وبأسعار مرتفعة اتراوح سعر كيلو الطماطم بين 400 و 600 ريال، والخيار 450 ريالا للكيلو و300 ريال للكيلو جزر، فيما تراوحت أسعار البطاطس بين 300 و400 ريال للكيلو الواحد، واستقرت أسعار البصل عند 400 ريال للكيلو. أما في سوق الفواكه فقد تراوح سعر كيلو البرتقال والتفاح المستورد ما بين 800 و1000 ريال، بينما بلغت قيمة التفاح المحلي 500 ريال للكيلو الواحد. عودت الليرة التركية هبوطها وتراجعت بما يزيد على 1% لتنخفض لثلاث جلسات على التوالي بعد ارتفاع 7 جلسات الأسبوع الماضي. اتراجعت إلى حدود 5.63 من عشرة مقابل الدولار خلال التعاملات الأخيرة. وجاء هذا التراجع في الوقت الذي ما زال فيه الحذر يسود أوساط المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية مقابل الدولار. وأخيراً، هبطت أسعار النفط أكثر من 1% في آخر التداولات موسعة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 3% مع تعرضها لضغوط وتزايد المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي وتهديد الصين بفرض إجراءات مضادة ردا على أحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، حيث هبطت عقود خام برنت دولار 81 سنتا إلى 57 دولارا و67 سنتا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا لتسجل عند التسوية 54 دولارا و47 سنتا للبرميل. اقتضت قلعة القاهرة بتعزب الزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الثاني بعد دحر الميليشيات الحوثية التي ظلت جاثمة عليها 3 أعوام، وحولت هذا المعلم التاريخي السياحي المطل على مدينة تعز إلى ثكنة عسكرية. قلعة القاهرة بتعز القلعة الرابضة على ذلك الجبل العتيد وكأنها تاج يعلو رأس ملك. اتخذتها الميليشيات الحوثية ثكنة عسكرية لها، وبعد اندحارها منها عاودت بقصف القلعة ملحقة أضرار في بعض الأجزاء وأخرى لا زالت معرضة للقصف حتى اليوم.
فتحت قلعة القاهرة أبوابها للزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الثاني منذ بداية حرب الميليشيات الحوثية في لحظة التقاء الزمان بالمكان وبالإنسان، فإن القلعة اليوم تكتظ بأعداد كبيرة من الزائرين يتوافدون عبر بوابتها بعد حرمانهم منها لثلاثة أعوام كمتنفس بعبق التاريخ، في محاولة وإن كانت لحظية لصناعة فرح غائب في يوم عيد. رغم الحصار التي نعانيه ورغم الجوع والقصف والقذائف التي تأتي من قذائف الميليشيا الحوثية إلى هنا إلى هذه المحافظة المحاصرة، ولكن أهلها رغم ذلك يعيشون بحب، وها هو في هذه المدينة للعام الثاني على التوالي بحمد الله تعالى نحتفي في هذه القلعة، قلعة القاهرة الذي تمثل الشموق لمحافظة تعز. أننا هنا في هذه المحافظة لازلنا نقاوم بكل صبر بكل حب بكل حكمة. مساء يتجمع الزوار هنا، يذهب كلا إلى غايته، بينما البعض في ذات الأصيل يداعب أغصانا طرية من القات كعادة غالبية اليمنيين في فضاء طلق جميل. آخرون يتعاطون مع الفرح بطريقة أخرى، يلتقطون صورا تذكارية هنا وهناك، يصنعون مساحة للحياة والفرح. أما الأطفال فهم من يلونون مدرجات القلعة ويقطفون من حديقته ألوان بهجة وسرور انبثقت من برنامج احتفائي متنوع فنا ومسرحا وفكاهة، مجدولة بضحكات الأطفال البرية الصافية. احنا اليوم نفرح ونغني ونبتسم بقلعة القاهرة رغم الحرب والسعادة. تلك هي رسالتهم وذاك حلمهم، وهم يلملمون من خيبات الحرب آمالا بالحياة، يبنون منها أحلاما بغد جميل يلفظ غبار الحرب والقتل والدمار ليحل السلام ربوع الوطن. ستظل قلعة القاهرة مفتوحة أمام زوارها في مدينة طال حصارها من قبل الميليشيات الحوثية. لا جديد يوحي بفك الحصار عن المدينة بحسب اتفاقيات ستوكهولم بالسويد. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز. من تعز اختتمنا تفاصيل هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز العناوين. قيادات من المقاومة الوطنية تواصل زيارات المعايدة للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة من منتسبي القوات المشتركة. اشتباكات في حجر بالضالع ومناوشات في بغلق والزبيريات، والميليشيات تقتل وتجرح 4 من المواطنين. والميليشيات تعاود جريمتها وتحرق المزيد من المساعدة الإغاثية في محافظة ريما. إلى اللقاء في النشرة القادمة.